وأظهر إن يكن ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. اسمع الرحيم يأتيك تركيب بهذا الشكل تقول أظن ويظنان الزيدين أخوين أظن مع زيدين أخوين هذان مفعولها لا تريد غير هذا يظنان مفعول الأول يا أين مفعول الثاني إذا أتيت به قلت يظنان إياهما لو قلت يظنان إياهما جيدا تطابق أخوين وهو مفسرها إياهما مذنب هذا مذنب لكن تخالف ما هي خبر عنه وهو الياء فالأصل أنا أخ وإذا قلت إياه ممتازة طابقت الياء مفرد وهي خبر عنها طابقت ما هي خبر عنه في المعنى فالياء مفرد وإياه مفرد لكنها خالفت مفسرها اخرج عن هذا كله وقل أخا أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء أنا بدل ما أقول زيدا وعمرا قلت زيدين حتى يكون أسهل هذا إذا أهملت الثانية هذا في مثل سوف أهمل الأول فأقول يظنان وأظن الزيدين أخوين أظن الزيدين أخوين لا تريد شيئا هذا فاعلها مستقدران والزيدين أخوين مفعولها بقيت في يظنان الياء مفعولها الأول إن قلت يظنان إياه مفرد طابقت الياء وهي في الأصل خبر عنها وهذا جيد لكن خالفت مفسرة وهو أخوين وإذا قلت إياهما طابقت المفسرة وخالفت ما هي خبر عنه في الأولياء ائتي بها قل أخوين وتكون التركيب غريب يكون أخا لا تستطيع أن تجعله هنا أولا هو خبر لا يجوز حذفه وهو منصوب لا يجوز إضماره قبل الذكر ائتي به متأخرا فيكون التركيب غريب يكون التركيب يظنان وأظن الزيدين أخوين أخا الله أعلم.